دلوقتي معانا المخترع المتميز، اختراعه خاص بصيد السمك التونة تحديدا، لان هو اصعب سمك تصيد. هو هيكلمنا بقى التفاصيل كده عن فكرة بشكل مختصر. ان شاء الله نبتدي على خير. السلام عليكم، انا صلاح عيسى من مشارك من ليبيا. الاقتراح هذا اقتراح ليبو، كبسوله كهربائيه لصيد السمك التونه والاسماك الكبيره. يعني فكره جديده، صيد السمك بالكهرباء العنوان الرئيسي لها. سجلناها في ايطاليا، مرات اختراع من روما، وشاركنا بها في معرض الكويت الدولي، وان شاء الله تكون مشاركه كويسه وربي يوفق الجميع ان شاء الله. الله امين. طبعا الفكره بتعتمد بشكل اساسي على انك انت تقدر تتحكم في السمكه اللي انت اوريدي اصطادتها، اللي هي مثلا زي التونه كمثال. هي سمكه قويه، بتعمل يعني ممكن تتفرج على الفيديوهات اللي هي بتعمل مجهود كبير، ممكن تهرب منك، ممكن للاسف توقع الشخص اللي بيصطادها من على المركب. فهو الفكره اللي هو بيديها نبضه كهربيه تفقدها السيطره، فبسهوله تقدر تصطادها، ودي مشكله كبيره. هو مفيش حل، عشان كده تلاقي التونه بيصطادوها مش مجرد بس اللي انت تسحبها، لا، بتلاقي في كذا صياد بيحاول يصطادها باستخدام بقى ادوات اخرى عشان تصطاد السمكه، بالذات لما تكون كبيره. فكره بشكل مختصر هو قدمها لنا، ما شاء الله فكره جميله جايه من ليبيا. شكرا لك، ماشي، الله الحمد يخليك، لله، شكرا، السلام عليكم. مع السلامه.